طيب، في الفيديوهات اللي فاتت شفنا ازاي ان احنا ممكن نعين الثيرمال كوندكتيفيتي فور ديفرنت ماتيريالز، سواء كانت الكي كبيره او الكي صغيره. عندنا اربع تجارب مشهورين ممكن نستخدمهم، ممكن نستخدم اي حاجه ثانيه عشان نجيب الكي. طيب الكي نسبيه ما بقاش فيها مشكله قوي، لان اوريدي الكي بتاعت اي ماتيريال بتكون الانسرتينتي فيها صغيره. الهيت ترانسفير كوفيشنت هو اللي تعيينه نسبيا بيكون عمليه محتاجه حرص اكتر وانت بتستبش الاكسبيرمنت. طيب خلينا نشوف مثلا، لو انا عندي عايز اجيب الهيت ترانسفير كوفيشنت من فلات بليت او سلندر او سفير ويكون التسكين براشل كونفكشن، ممكن ازاي نجيب الهيت ترانسفير كوفيشنت؟ ثيوريتيكلي الصح ان احنا بنجيبه من بنحسب براشل نمبر وبنحسب رالي نمبر وبعد كده بنعوض بالكوريشن المناسبه، ومنها بنقدر نحسب النصل نمبر، والنصل نمبر بيجيب الهيت ترانسفير كوفيشنت. طيب لو احنا عايزين نعمل الموضوع ده هنعمله ازاي؟ لو انا جيت قلت ان كيو هي اتش في الاريا في تي سيرفيس ناقص تي انفينيتي، انا دلوقتي عشان اجيب اتش يبقى محتاج اكون عارف الباقي ده كله. طيب لو احنا جبنا بليت وجبنا انسيوليشن وحفرنا حفره كده في البليت ده على قد حفرنا حفره في الانسيوليشن على قد البليت بالظبط، ورحت جيت واخد البليت ده ورحت حطيته جوه الانسيوليشن بحيث بقى منغمس جواه بالشكل ده، كده الحراره اللي هتبقى موجوده في البليت ده هتبقى ديسيبيت فقط من فوق. طيب دلوقتي لو احنا جينا على البليت ده ودخلنا جواه هيتر او تحتيه هيتر، يعني هيتر ورحنا حاطين عليه بليت. طيب زي مثلا المكوى عباره عن هيتر وعليها بليت. طيب لو احنا جينا عملنا كده هنركب هيتر، عارفين الباور بتاعه او نقيسه بالفولت ميتر وهنجيب نعرف الفولت في الكرنت بالشكل ده، هقدر اعرف الباور اللي موجود جواه بكام. طيب الباور ده ات ستيدي ستيت ولما يكون الانسيوليشن ده جود انف اتوقع ان الغالبيه الساحقه من الكيو اللي انا مدخلها هتبقى ديسبيت من فوق، وبناء عليه اقدر اقول ان الكيو ده هو الكيو بتاع الهيتر وليكن بي فاي، فاقدر اقول بي فاي ايكوال اتش في الاريا في اس بس تي فيك. طيب انا عايز اجيب اتش، الاريا ما فيهاش مشكله بتقول في العرض، تي انفينيتي برضه ما فيهاش مشكله، انا لو جبت ترمومتر ورحت عملته كده في الهواء هجيب درجه حراره الهواء بكام، فده ما فيهوش مشكله. طيب اخر حاجه تبص دلوقتي الماده دي لو احنا جبناها ماده كوندكتيف قوي وليكن مثلا كبر، طيب لو هي كبر اتوقع ان مش هيكون عليها تمبريتشر ديستريبيوشن او مش هيكون فيها تمبريتشر جريدينت، يعني تقريبا البريد ده كله هيبقى ات يونيفورم تمبريتشر. طيب لما البريد ده كله يكون ات يونيفورم تمبريتشر يبقى انا لو قست التمبريتشر في اي بوينت اقدر اقول ان هي التمبريتشر بتاع البريد كله انكلودد السيرفيس اللي فوق. طيب لو احنا عايزين نتاكد اكتر ممكن احط كذا سيل مقابل في كذا نقطه واجيب الافرج بتاعه، واتوقع ان احطه في كذا نقطه لو الماده كوندكتيف انف اتوقع انها هتكون الايرات كلها تقريبا واحد. طيب كده معايا دي اس استاها بسيل مقابل ودي انفينيتي وكيو والاريا من هنا جبت اتش. طيب ممكن اعمل التجربه دي من غير ما استخدم انسيوليشن بالشكل اللي عامله، ممكن ان انا لو جبت انسيوليشن صغير كده ومن غير ما انا احفر حفره كده في الانسوليشن ممكن احط البليد هنا. لو انا عملت كده هتبقى في مشكله في ايه؟ لو عملت كده هتبقى في مشكله ان في حراره مش بس خارجه من فوق هتبقى كمان خارجه من جنب. بس لو انا خليت البليد ده بحيث يبقى الاريا بتاعته بالنسبه للسيكنس رقم كبير نسبيا يبقى الغالبيه هتطلع من فوق مش هتطلع من الجنب. وبالشكل ده مش هحتاج ان انا استخدم انسيوليشن على الجناب بتاعته. طيب بس طبعا اكيد نتوقع ان ده هيكون ليه ريزلتس ادق من ده. طيب كده عرفنا ازاي ممكن نحسب الهيت ترانسفير كوفيشن اكسبيرمنتالي بتجربه بسيطه جدا لحاجه زي كده. طب انا اتاكد ان اللي حسبته صح، نقارن القيم اللي احنا جبناها بالكورليشن بان احنا نحسب رالي نمبر وجراشف نمبر ونحسب نصت نمبر ونصت نمبر ونجيب الهيت ترانسفير كوفيشن ونقارنه بالقيمه دي. تمام؟ فهقارن الحاجه الثيوريتيكال بالاكسبيرمنتال، الصح يكونوا قريبين من بعض، وفي فيديو قدام هنتكلم على ازاي اقول ان انا كده عملت فاليديشن صح والاثنين فعلا جابوا ريزلتس قريبه من بعض. طيب دي فكره، ممكن ان انا اعمل حاجه ثانيه، ممكن لو انا جبت سلندر والسلندر دي تكون نسبيا طويله او عشان الكلام تبقى طولها بالنسبه للدايمتر كبير، يعني ال ماتش جريتر ذان الدايمتر. في الحاله دي معظم الهيت ديسيبيتد من اللاترال اريا، ممكن انا احط هنا اي انسوليشن من فوق كده بحيث اضمن ان فعلا الغالبيه العظمى خارجه لاترال. طيب وبعد كده
هحسب انت مثلا في شكل نفس القانون كيو هي في في اي والاريا الجانبيه هحسبها عادي باي في دي في ال ودي اس ناقص تي انفنتي هجيبها بان انا احط هنا سير مقابل دي اس بنديشن بكام ممكن احط في كذا نقطه واجيب الافرج بتاعها ماشي وبعد ما اجيب بعد ما اجيب الدي اس معايا دي انفنتي اقدر اجيبها باي ترمومتر واحل المعادله دي اجيب الاتش وبرضه هقارن الاتش اللي جبتها دي بالقوانين بتاعه الناتشرال كونفكشن والصح الاثنين يكونوا قريبين من بعض ممكن اعمل نفس التجربه دي لو انا عندي مثلا سفير لو انا جبت سفير وحطيت جواه هيت برضه هقيس الفولت هقيس الفولت والكارنت وهقيس التمبريتشر بان هدخل جواه اي سيل مقابل قيس التمبريتشر تمام وبرده كده تي اس معايا في انفينيتي معايا والكيو معايا والاريا معايا والاريا طبعا هحط لي الاريا الخارجيه بتاعه السفير 4 باي في ار سكوير وهنا هحسب الايكويشن اتش بكده هقدر اجيب الهيت ترانسفير كوفيشنت تمام وبرده بعد ما اخلص لازم اقارن القيمه اللي انا جبتها بالقيم اللي هي موجوده في الكوريليشن بحيث اتاكد ان هو تمام بالنسبه للسفير اتحكم اعزلها ازاي ما لا السفير مش محتاج اتعزل انا عايزها بالعكس انا عايز حرارتها تخرج من جميع من الاريا كلها لان هي الكورليشن متظبطه ان الحراره تخرج من الاريا كلها تمام فبالعكس مش عايز اعمل تمام وان شاء الله الفيديو الجاي هنشوف طب لو انا عندي فرصه كونفكشن ممكن اعمل ازاي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون